بوقوعها في شبه جزيرة البلقان، كانت البوسنة والهرسك منطقة تسودها الغالبية المسلمة، إرث من الإمبراطورية العثمانية التركية. مظاهر الإسلام ملموسة في جميع أنحاء البوسنة، ومن بينها الإقليم الرئيس في ترافنيك الذي يقع على بعد 90 كيلومترا غرب سراييفو. حتى اليوم لا يزال الإسلام حيا ومزدهرا، يمارسه المسلمون البوسنيون كأسلوب للحياة وحرز مصون. وصل الإسلام إلى هنا بالطرق السلمية، التجارة. بلافا بودا أو المياه الزرقاء كان يوما الطريق التجارية للسفن القادمة من ترافنيك إلى دوبروفنيك منذ عهد البيزنطيين وحتى عهد العثمانيين. لقد حولت التجارة ترافنيك إلى مدينة ثرية، وبالتالي عرفت بأنها وجهة للتجارة المربحة. نظراً لازدياد انتشار الإسلام، اضطر البيزنطيون للانسحاب، ممهدين الطريق للإمبراطورية العثمانية للحصول على موطئ قدم في ترافنيك. التطور والنشاط التجاري لمدينة ترافنيك حظي بانتباه خليفة الإمبراطورية العثمانية في اسطنبول، فوقع عليها الاختيار كموقع لمقر الإقامة الرسمي للحاكم خلال الفترة بين القرنين 17 و19، بالرغم من أن المسلمين في البلقان محاطون بشعوب أمم أخرى غير مسلمة. فالإسلام في ترافنيك لا يزال قوياً كسابق عهده. استمراريته يضمنها وجود العديد من المؤسسات التعليمية التي تستمر في إنجاب مسلمين متعلمين يتمتعون بالتزام شديد تجاه عقيدتهم. بالنسبة للمسلمين البوسنيين خاصة في ترافنيك، عملت الحرب البوسنية على تثبيت روحهم الإيمانية القوية. اليوم رغم أن الحرب قد انتهت، لا تزال روحهم القتالية عالية، فهم يتابعون حربهم بتطوير أنفسهم وجماعتهم العرقية عن طريق زيادة علمهم ومعرفتهم. إن تعزيز المعرفة بين الأجيال الجديدة من البوسنيين المسلمين يحظى بالأولوية القصوى، وذلك حرصاً على إعادة بناء أمة انصاعت للحرب وكذلك تطوير الإيمان. هذه المدرسة الدينية التي أسسها إلساي إبراهيم باشا ممثل الإمبراطورية العثمانية عام 1706 أصبحت مصدر إلهام للمسلمين في ترافنيك. يؤمن المسلمون بضرورة دراسة المعرفة التي وصلتنا عن طريق الوحي لاستعادة عزة المسلمين التي ضللت إبان فترة الحكم الشيوعي. الجيل الأقدم من المسلمين في البوسنة واجه العديد من التحديات دفاعاً عن الإسلام. في ظل الحكم الشيوعي، المعتقدات المتعارضة مع قيم الإسلام لا يمكن دحضها سوى بالإيمان والمعرفة، لذا أصبحت مدرسة إلساري إبراهيم الدينية خيار المسلمين في ترافنيك. ولعدد لا يحصى من السنوات، قامت هذه المؤسسة التعليمية بغرس علوم المعرفة الإسلامية الأصيلة جيلاً بعد جيل من المسلمين هنا. اليوم أصبحت عقول وأرواح الطلاب هنا مزروعة بثمار الإيمان والإسلام كتهيئة لمواجهة التحديات المستقبلية. بالنسبة للبوسنيين، لقنتهم الحرب دروساً لن ينسوها أبداً، ومن الواضح أن روح الإسلام لن تنزع من صدورهم. هنا المعرفة الإسلامية هي الأساس المكون للمناهج والتي تبنى على أساسها علوم المعرفة الحديثة. يدير هذه المدرسة الصغيرة المكونة من 150 طالباً معلمون هم خريجو جامعات في الشرق الأوسط وأوروبا، يساعدهم في ذلك عدد من المتطوعين.
يصفون عملهم بأنه مساعدة لأمتهم العزيزة وعقيدتهم، مما يعطي معنى للاستقلال والسلام في البوسنة والهرسك الذي تم تحقيقه بالدم والدموع. جهودهم لرفع شأن الإسلام ليكون نظام وأسلوب حياة لا يزال مستمراً. إنهم يسعون إلى الهدف نفسه الذي كانت تسعى إليه حركة الدعوة الإسلامية قديماً. مؤسس هذه المدرسة إلساري إبراهيم كان معلماً لعب دوراً مهماً في تطوير المعرفة. ألفة وكرم ضيافة شعب ترافنيك تعكسان الإرث الثقافي الإسلامي الذي لا يزال حضوره قوياً في منطقة البلقان. فمن التقاليد المتبعة هنا الترحيب الحار بالضيوف وإكرامهم بكل وسيلة ممكنة. هايدا فتريكا في 65 من عمرها تعيش في منزل بجوار مسجد ترافنيك، تسترجع دائما ذكريات الحرب التي بدأت في الأعوام الأولى من الحقبة المنصرمة في القرن 20. لقد دمرت الحرب العديد من المساجد، وما أن انتهت بدأ العمل لإعادة بناء المساجد بمساعدة الشعوب الإسلامية الأخرى. خلال الحرب لم تدمر مئات المساجد فقط، بل قتل آلاف المسلمين. بني هذا المسجد عام 1997، وما يقارب نصف تكلفة المبنى كان تبرعاً من الحكومة الماليزية. رغم أنهم يعيشون حياة متواضعة بعد الحرب، يفتخر المسلمون البوسنيون بإيمانهم وقد دافعوا عنه من جيل إلى جيل. بدأ تأثير الإمبراطورية العثمانية على المنطقة في وقت مبكر عام 1363، وكان منها مجموعة أشخاص أخلصوا في طاعتهم لله. المسلمون في البوسنة لا يعتبرون أن شعبهم مستعمر من قبل الأتراك، وبدلا من ذلك يحمدون الله أن هدى أجدادهم للإسلام. لقد اتبعت الإمبراطورية العثمانية نظاما عادلا نجح في توحيد الجماعات العرقية المختلفة في هذه المنطقة. صلاة الجمعة تتيح لهذا الإمام الشاب فرصة لإلقاء خطبة الجمعة على جماعة المصلين. إنهم مدعوون إلى الوحدة تحت راية الإسلام. هذا هو المشهد التقليدي كل جمعة لكل مسجد في البوسنة. الحرب الماضية ربما كانت عاملاً مساعداً في جعل المسلمين في البوسنة أقرب إلى الله. لقد أثبت التاريخ أن قوة المسلمين لا تكمن في عددهم ولا أسلحتهم كما ذكر في القرآن الكريم. فالمعركة التي يخوضونها بإيمان قوي وخشية من الله تعالى، يكتب الله للمسلمين فيها النصر حتى وإن كانوا أقل عدة وعددا من أعدائهم، كما يتضح في قصة معركة بدر. بالنسبة للبوسنيين، رغم انتهاء الحرب فكفاحهم لإيجاد عزة للإسلام هنا لم ينتهي بعد. شهدت ترافنيك سلسلة من المعارك المتلاحقة والمعاناة التي سببتها الحرب لم تمح نور الإيمان الذي دخل إلى هنا قبل 600 سنة، بل قامت بتقوية روح الإسلام بين المواطنين. اليوم تتابع مدينة ترافنيك حياتها، ويستمر وجودها بعد أن تم الاعتداء عليها بغطرسة من قبل جار خبيث. ببطء ولكن بكل تأكيد سترتفع راية الإسلام من جديد إلى أوج عظمتها.
بعد 3 قرون من حكم سلاطين الأتراك، كانت مدينة ترافنيك تدعى إسطنبول الأوروبية لأن مدينتها المزدهرة ومساجدها العديدة الجميلة، ويقال إنه كان هناك أكثر من 100 مسجد موزعة في أرجاء المدينة. هذا مسجد سليمان، بني في عهد السلطان سليمان الأعظم، ويعتبر أقدم مسجد في ترافنيك. جدد هذا المعلم أول مرة من قبل حاكم البوسنة سوبا سلام كامل أحمد باشا عام 1757. لقد تم إحراقه سابقا من قبل أعداء الإسلام عام 1815، ثم أعيد ترميمه عام 1839، ودفع تكاليف الترميم عائشة هنومة حافظته. يستخدم مسجد سليمان أيضاً كمركز للدراسات ولممارسة أنشطة المجتمع الإسلامي في هذه المدينة. بالنسبة للمسلمين في ترافنيك، يعتبر مسجد سليمان نبض قلب المجتمع. اشتهر السلطان سليمان بلقب القانوني، أي رجل القانون. كان حاكما عثمانيا شديد الاعتناء بأمر الإسلام وحريصا على انتشاره في منطقته. بنيت العديد من المساجد خلال فترة حكمه، وقد عملت كمؤسسات تحفز قوة المجتمع المسلم. تنتشر معالم فن العمارة التركي حتى الأرجاء البعيدة من الإمبراطورية، ولا تزال واضحة للعيان حتى هذا اليوم. تصميم المحراب يبدو كالعمامة، كغطاء الرأس الرسمي للسلاطين العثمانيين القدماء. الحقيقة التاريخية التي لا يمكن إنكارها أنه ومنذ بناء أول مسجد من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام في كوبا، لا يزال دور المسجد مستمراً حتى يومنا هذا. رغم أن أهالي ترافنيك لم يعودوا مبتهجين كما كانوا قبل الحرب، لكن الوضع اليوم أحسن حالاً مقارنة بأصوات ومشاهد القنابل والمدافع قبل عقد من الزمن. قبل عدة قرون وصلت الدعوة الإسلامية إلى هنا بوصول السلطان محمد الفاتح عبر ييسي لكي يعرف عن الإسلام وحضارته. ولاحقا انتشرت الحركات الصوفية بين المسلمين. مركز حركة النقشبندية الدينية والتي سميت أيضاً الطاقية يقع على هذا التل، تل فرانيكا، على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر. قرية فوكيلي تقع على قمة تل فرانيكا الهادئ، أصبحت مزاراً دينياً منذ عام 1780. الزاوية، حيث يجتمع أعضاء الحركة، أسسها قائد الحركة الصوفية الشيخ حسين عام 1195. وفقاً لأحد الأعضاء هنا، فإنه خلال الحرب البوسنية ضحى المسلمون بكل ما لديهم لمحاربة الصرب والكروات، والجهود التي بذلت لإخضاع المنطقة تم دحضها.
الطاقية لم تنتج متصوفين فقط، بل محاربين بوسنيين مسلمين يتمتعون بشجاعة كبيرة. نظراً للمذاهب الروحية القوية للمدرسة الصوفية، لا تزال ذكرى الحرب حاضرة في أذهانهم وعلى شفاههم. إنهم يتحدثون عن أقرباء وأصدقاء لاقوا حتفهم في الدفاع عن العقيدة والأمة. إنهم يتحدثون عن تلك الحرب ويستذكرون أحبابا وأصدقاء لهم قضوا أثناءها. رغم التزامهم بالنشاطات الدينية، فهم لا يهجرون الحضارة للمساهمة في بناء البوسنة رغم انعزالهم فوق قمة تل فرانيكا. لم يتجاهلوا أبداً التطورات الحالية. الاندماج في المعارف الإسلامية والمعارف العالمية يجب أن يسيرا بخطين متوازيين حتى لا يتراجع شأن المجتمع الإسلامي في البوسنة. إنهم يشبهون الحاجة إلى نوعي المعرفة هذين كطير لا يمكنه أن يطير بجناح واحد. المعارف العالمية يتم استقراؤها وفهمها بعناية في ظل هدي وتوجيه الشريعة الإسلامية. بالنسبة للبوسنيين، تمثل حركة الطاقية الإسلامية أمطار الربيع التي تهطل لتروي عطش أرواح المحاربين ليواجهوا بعزم التحديات التي خلفتها الحرب البائدة. فورنيكا فتحت فصلا جديدا في تاريخ الإسلام بوصول مرسوم ملكي قبل 500 عام. كان السلطان التركي متسامحا جدا، لا إكراه في الدين. كان شعبه حرا في اختيار ديانته. أصدر السلطان محمد الفاتح مرسوما خطيا يسمح لغير المسلمين في فورنيكا بممارسة شعائرهم بحرية، وأكد لهم أن الحكومة لن تفرض على الشعب المعتقدات. وتوجد نسخة من المرسوم في دير الروم والكاثوليك الذي بني منذ القدم في منطقة تعرف باسم كروس هيل. السلطان محمد الفاتح الحاكم العثماني السابع كان مشهورا جدا نظرا لنجاحه في احتلال القسطنطينية وأخذها من البيزنطيين عام 1451. إخضاع القسطنطينية التي سميت فيما بعد إسطنبول كان بداية العهد الذهبي للإمبراطورية العثمانية الإسلامية. قبره في إسطنبول لا يخلو من الزوار، كما أن مساهمته في تطوير العلوم الإسلامية كانت عظيمة. وتطوير العلوم هذا وضع دعامات صلبة لبناء حضارة إسلامية عظيمة. غير مكتف بالقسطنطينية، في القرن الخامس عشر تابع السلطان محمد الفاتح نشر الإسلام في شبه جزيرة البلقان ومن ضمنها فورنيكا.
حكمة السلطان محمد الفاتح في كسب قلوب شعب البلقان خاصة في منطقة فورنيكا ثبتت عندما وقعت معاهدة عهد نما عام 1663. كتب السلطان محمد الفاتح المعاهدة بنفسه وأعطاها للراهب فرانسيس كان رئيس كنيسة فورنيكا في تلك الفترة. يضمن نص المعاهدة الأمانة والحرية الدينية للمجتمع المسيحي هنا، مؤكداً على روح التسامح لدى الحاكم المسلم. وبالنتيجة تمكن اليهود المسيحيون والمسلمون من العيش بانسجام تحت راية الحكم الإسلامي. هذه هي المعاهدة التاريخية، معاهدة عهد نما، التي أصبحت مفخرة الدير، تبين للعالم أن الإسلام دين مسالم. وفي النهاية معاهدة عهد نما دليل يشير إلى أن مواطني هذه المنطقة عاشوا يوما جنبا إلى جنب بسلام لمدة 5 قرون. وفقا للراهب فراميركو المسؤول عن الدير بالرجوع إلى تاريخهم، فإنه على اليهود والنصارى في فورنيكا أن يكونوا ممتنين ومتأثرين بالوحدة والانسجام التي كان يتمتع بهما أجدادهم في ظل حكم السلطان محمد الفاتح. أليس بالإمكان تجنب أي صراع عرقي داخلي إذا ما احترم الناس هذه المعاهدة؟